رشا من القدود الحلبية للفن التشكيلي رح نوصل لمساحة جديدة من مساحات صباح نغير ومع عالم الكتابة، ولكن هالمرة رح نكون مع أصغر كاتبة سورية أصدرت من 3-4 أيام روايتها أو كتابها الأول بعنوان جولة في فلك العشق. بيسعدنا أكيد نرحب بجويل مع الدكاكة اللي صارت معنا بالاستديو. يسعد صباحك جويل وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير جويل، فيكم كيفك؟ تمام. يعني نيرمين يعني هي أصغر أنه عمرياً أكيد 11، يعني أنه لسه يعني اللي بعمرك لسه ها عم يعني يفكر شو ممكن يعمل بالثانوي. يعني قبل ما نروح للأسئلة، ما بعرف نيرمين إذا قريتي المقدمة، يعني عم نشوف كتاب جويل يلي تم توقيعه وطرحه بخلال كم يوم. جويل كاتبة بالمقدمة: إلى الذين يهربون من الواقع ويلجؤون إلى الورق. اليوم جويل كتير بكير على هذا الحكي، يعني كتير يعني شو تركتينا قلنا يعني شو بدنا نكتب يعني. فخلينا هيك نحكي بشكل عام، اليوم جويل صدرتي هذا الكتاب، مين اللي شجعك؟ مين اللي وقف جنبك؟ بعدين حنروح نحكي عن الموهبة. أول شيء أهلي كتير شجعوني، مثلا الماما كان كتير شجعني بالبيت، ما كان في إزعاج أبدا بأنه أنا بدي أكتب مثلا، بيلزمني ضل حالي انسجم، يعني ما حدا أبدا يكون حدي أو ما بعرف لأنه أكتب وحدا جنبي دلشة. وما كان حدا يعني يزعجني أو يدق الباب يفوت كذا يقتحم هاي المساحة الخاصة. وكان كمان تعطيني كتير ملاحظات أنه خلص كتابة مثلا شو رأيك هون، أنه عدل شيء، إذا حدا بيقرأها شو رأيك، كيف تعجبه، بتلامس القارئ. والبابا كمان كتير ساعدني وشجعني، ولولا يعني ما كان صار كتاب بين إيدينا ولا كان صار هذا الشيء ولا كنت أنا هون. أكيد نوجه تحية لوالدك ومعنا بالاستوديو. جويل، العنوان جولة في فلك العشق، يعني المضمون هو رواية العلاقة باثنين بيحبوا بعضهم ولا؟ العلاقة اثنين بيحبوا بعضهم هي رواية رومانسية اجتماعية، يعني بتطرح علاقات صداقة، علاقات أهل، علاقات واقعية من حياتنا يعني. بس الفرق هون إنه هي نقية، يعني اليوم شفتي ما عاد في نقاء وما عاد في صدق عند الناس، فهي اللي ما بيلامس كتير الواقع فيها هو الصدق المبالغ فيه فيها. يعني لهيك انت قلتي هربتي من الواقع للوراء لتعملي هدول العلاقات الحلوين اللي عن جد عم نفقدهم بحياتنا. صحيح. طيب جويل، اليوم على شو اعتمدتي باسلوب كتابتك؟ يعني دائما يعني في غير المشجع، انا بحب هذا الكاتب، بحب هذا الروائي، بيعجبني اسلوبه، يعني في انسجام بين مخي بين عاطفتي وبين الشيء اللي عم بقرا منه. اليوم جويل وقت اللي قررت تكتب او اكتشفت هاي الموهبه، شو او اول حدا من الاسماء الادباء او الشعراء كانوا ببالها؟ هلا انا كثير بقرا شعر وبحب، بس ما عندي هوايه انه اكتب شعر، ولكن هن فنون يعني دائما مرتبطين كونه لغه عربيه، فانت دائما بحاجه ليكون في صقل كثير مهم بالتشكيل. يعني اليوم نيرمين شفنا تدقيق بالروايه، يعني في تدقيق لغوي، انا هذا بقصده. يعني بالنسبه للقراءه انا ما بقرا كثير، يعني لان انا شخص كثير ملول، يعني اذا ببلش بكتاب نادرا كثير رح تخلصه، ممكن إذا مثلاً الروايات المترجمة ما بستفيد أنا كحدا بكتب، ما بستفيد منها بشيء، مشان هيك ما بقرأ روايات مترجمة. وإذا قرأت روايات عربية بيكونوا، شفتي الكتاب العرب بيكونوا أكتر شيء مركزين على القصة على الحبكة، ما في لغة يعني أنا استفيد منها كحدا بيكتب وبده يبلش أسلوب خاص فيه، ف مدور على ناس استفيد من لغتهم، يعني استفيد مثلا بقرا اقتباسات خواطر شيء هيك، بس اخذ منه لغه سليمه وصحيحه وابني عليها نهج خاص فيني واساس متين. نعم. قلتي لي انه حدا ملول ما كثير بحب لفتت نظري بالكلمه، ما كثير بتحبي انه القراءه نوعا ما، وهو يمكن شوي بعكس انه بنلاقي الكتاب دائما بحبوا يقراوا. شو الشيء اللي عندي تقريبا 1000 روايه، بنحكي تقريبا 230 صفحة، يوم شو الشغلات اللي اشتغلت عليها من حيث تتابع الأحداث الحبكة لحتى تخلي القارئ يكفي روايتك لآخر صفحة؟
هي كانت ضمن إطار مشوق وصادق يعني مليان تفاصيل. حكيت فيها عن علاقة حب بسيطة وبين اثنين يعني قريبة كتير من الناس، قريبة من مشاعرنا من أحساسنا. كانت اللبنة الأساسية فيها هي الطاقة اللي بتربط الروح بشبيهتها الخفية يعني التي تبحث عنها دائما، هي الشبيهة للروح. وما بقدر يعني أحكي عن الرواية غير أنه كانت باختصار الصدفة والإحساس والتفاصيل هن أعمدة الرواية. نعم، احكي لنا عن المحيط اليوم. لما قلتي للدائرة القريبة منك أنه أنا عم عندي رواية أو عم تكتبي رواية عن قصة حب إذا بدنا نقول أو عشق، كيف كانت الرد؟ ما قالوا لك ساتك الصغيرة 16 سنة حتى الناشر يعني ما كان في هيك حالة شوي أنه العنوان أو الموضوع اللي حبيتي تكتبي عنه بهذا العمر الصغير؟ بالبداية الناس اللي ما بيعرفوك أول مرة قرأوا شيء لإلك بيصير في شيء نوع من الاستخفاف، انه انت حدا صغير كيف بيكتب روايه، وانه اكيد هي الروايه هي تجربه اولى ومبتدئه او هيك. بعدين بس قرأوا الروايه، بس فتحوا الروايه انه مستحيل، مثل كانه كاتب محترف عم يكتب روايه، وانه انت مين ساعدك فيها، منين جبتي هذا الحكي؟ بس الحقيقه انه عن جد ما حدا ساعدني فيها، وانا كنت يعني بكل تفاصيلي هون دور الموهبه فيها. طيب انا جوال حاعطيكي هيك تعملي هيك هي القصه هيك بعدين تقري لنا شيء من اختاري شيء على ذوقك وخلينا نسمعه بصوتك. ها انا كما اعرف نفسي واجهلها، كما الناس تعرفني وتجهلني، ها انا احاول التعرف علي، انا ايضا ما عدت اعرف مني سوى الكلمات. لطالما كانت الكلمات هي المساعد الوحيد لتصل شخصيات خيالي إلى قلوب الكثير، ولكن لم أكن أعلم قط أنها ستعجز عن إيصالي حيث يجب أن أكون. ربما السطور تكاثفت بي أو أن الحبر جاف لكتابتي، ولكنني أكتب بمساعدتي وحدي، وإن لم تدفعني كلماتي أدفعها ونخلق كلمات جديدة تحبني دون خيال، تحبني أنا بواقعي بوحدتي بألمي بفرحي بعبوس وجهي بتنميل أناملي، تحبني أنا بصميمها الحامل لكلماتي والولي علي وعليها. أكتب بمساعدة مكاني، المكان الذي نسبته إلى نفسي دون رغبته ربما، ولكنه تأقلم مع حالي وبات يذكرني بأي حال اعتاد علي في كل ساعة من يومي. مكان ربما لا يحوي أكثر من قلم وعدة أوراق بيض تنتظر كلمات تشاركها وحدتها بحبر يليق بحالها، ومصباح مكتبي أسود اللون أصفر السطوع، وفنجان قهوة تعبق مرارة الأيام بمذاقها، وسيجارة يحرق كل منا الآخر ونكتب جميعنا معا وسط جدران احتوت عزلتي واحتوتني بهمجية حروفي، بسجني من كلمات المحيطة بي بقضبان سائلة من حبر. أنا السجين وأنا السجان وأنا المدعي علي بالتهمة الوحيدة وهي أنني أكتب. لن أتحرر حتى تتوقف صفحات الكتاب عن خدش أناملي، حتى تقلع القهوة عن تحسين مزاجي، حتى يجف حبر قلمي حبر قلبي، وحتى أولد من جديد في قلوب من أحب بحروف تكتب لأجلهم فقط، ببساطتها وصدقها وصراحة صاحبها، تكتب من قبل ذاتي وحسب. هيك هذا الحبر نحن ما بدنا يعجف، وهذا الحلم بدنا على طول مستمر. بدنا نهني والدك فيكي، وهيك نتمنى لك نشوفك تكتبي لنا شيء. ما بدنا هذا هيك النظرة بعيونك عم نشوفها هلا، الحياة لسه حلوة ولسه قدامك ولسه أحلامك لسه أصلا ما فكرتي شو حتصيري يعني. فبدي أتشكرك جوال اليوم لصباحك معنا. شكرا كثير لكم. جويلة معن الدكاكة أصغر كاتبة كانت معنا، بدنا نبارك لك على روايتك، وأكيد إن شاء الله هيك بالأيام القادمة بنستقبلك لروايات وأعمال تانية مهمة. شكرا كثير لك. شكرا لكم.